سيدنا الولاية الفقيه مستحدثة؟ لا عزيز، ليست مستحدثة، رأي ليس جديد. يوجد عندنا علماء في تاريخ مذهب أهل البيت يقولون بهذه المقولة. هل الشيخ الكرامي؟ لا عزيزي، الشيخ الكرامي رجل صاحب خيرة، موجود المقطع مالته، شايفه شلون ياخذ خيرة؟ شايفه شلون ياخذ خيرة؟ هذا يحدد الأعلى. شيخنا كيف تقرأ أهداف الحيدري من كلامه؟ يعني حقيقة هاي قضية بعد صعب واحد يدلي بدلوة في كل قضية، يعني ما نحتاج نحلل. الرجل طرح نفسه وبالنتيجة احنا تصدينا له، كلهم بحسبه، كلهم بحسب تخصصي. أنا أتحدث مع الحيدري أو عن الحيدري بالطريقة اللي أنا اخترتها، طريقة التصدي لقضايا الانتحالات. شيخنا هل السيد عنده كتب دينية؟ طبعا عنده كتب دينية، عنده كتب دينية بل كثيرة جدا. أحسنت، نعم. الأعلم يحدده أهل الخبر، لا يوجد طريق آخر لتحديد الأعلم غير أهل الخبر. هل في حوجة من يشار له في الأعلم بعد السيد السيستاني؟ بعد السيد السيستاني يعني السيد موسى الشبيري الزنداني أو الشيخ الوحيد الخراساني أو الشيخ الفياض، يعني الشيخ الفياض على هذا الحج. عزيزي عليك أن تقرأ كتاب أصول الكافي وليس كتاب الكافي، كتاب الكافي كبير، اقرأ أصول الكافي وليس كتاب الكافي. عدة ثلث ساعة ظل. نعم، شنو رأيك بكتاب أصول الدين؟ لمن كتاب أصول الدين؟ لا. كم يحتاج طالب العلم للحوزة يدرس حتى يلبس العمامة؟ عزيزي 5 سنوات حسب توصية السيد السيستاني، هسه غيره بعد أقل أو أكثر بعد ما متأكد، بس اللي أعرف السيد السيستاني ينصح ب5 سنوات دراسة قبل لبس العمامة. ممكن تثبت لي وجود السيد السيستاني؟ تعال للنجف وشوفه عزيزي، بعد ليش أثبت له؟ تعال للنجف وقل له شوف تعال المنطقة اللي بيها القناع، قل له تعال شوي افتح لنا القناع خلينا نشوفك، يجوز يطلع لك الرجل الأخضر. والله عزيزي ما عندي معرفة بحوزة الشريف الرضي، أنا ما عندي معرفة بالحوزات، يعني هاي الحوزات البعيدة اللي هي يعني في بغداد، يعني حسب ما يوصل، لأنه بعض الحوزات في بغداد حقيقة شوية بيها تساهل يعني، وكثير من الأشخاص اللي جاي يطلعون الآن بال يعني قناة اللي يتابعون الأطفال هي هدهد، وهذه قناة نسيتها الثانية، نسيتها هدهد وذاك نسيتها. ما رأيك بالإفطار بالسفر الغير المتعب؟ ما له علاقة، متعب أو غير متعب ما له علاقة، إذا كنت مسافر فيجوز لك الإفطار.